مش اكلت حاجه من الصبح، مش ليا نفس خالص. ايه يالا في ايه يالا؟ ايه اللي مش عرفته ومش اكلت؟ ما تعدل كده زي السلطان وتتكلم زي الرجاله. مش فهمت قصدك ايه يا بهجت؟ هو الزفت اللي انت بتقوله ده مش فهمته ومش لحقت؟ عامل زي حريم الفيسبوك لما بتيجي تعمل رقيقه. انا بعمل كده يا بهجت؟ ايوه بتعمل كده يا بهجت. مش حسيتني خالص على فكره، انت اوفر. ولا والله العظيم اسفخك قلم اطير لك الصدر ده. كفايه داليا وشادي الواد ملزق ابو دم تقيل اللي هي مليانه بيه. لا لا معلش بقى، شادي ده بقى عسوله وانت غيران منه عشان بيتكلم معايا. انت اهبل يا سلطان صح؟ اهبل يا ابني، انت اللي المفروض تبقى غيران منه مش انا. انا مش عارف يا بهجت، انا هرموناتي متلخبطه، حاسس ان جوايا اتنين بيتخانقوا، واحد بشنبات وواحد لابس قصير. انا خايف داليا مش تعجب بيا. بالعكس يا سلطانيه، لعلمك بقى اي اتنين بيعجبوا ببعض بيبقى في بينهم حاجه مشتركه، وانتوا بينكم حاجتين مش حاجه. في حد عمل حاجه؟ لا تحفه، القميص البيستاش ده. الايه؟ القميص البيستاش اللي على المانيكان. اسمه اخضر يا سلطان. اسمه بيستاش يا بيئه يا جاهل. هموت واشتري يا بهجت. لا وتموت ليه يا سيدي، انا عازمك عليه. بجد يا بهجت؟ اه والله، ايه المشكله يا مرسي، احلى بهجت في الدنيا. يا نهار اسود، سلطان ضاع؟ ده انا لو خارج مع ندى بسيوني مش هتعمل كده. ولا انا مبسوط 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 يا نيكول. شهيده كلمه شهيده، مين جاب لك ايه هون؟ بهجت. ثانك يو. ولا طب فرجيني فرجيني، بدي اشوف. بصي شو حلو اللون والقماش، شو ناعمه. ما هو عارف ان بشرتي مش تستحمل. واو. ممكن لو سمحت ما تجيبش يعني سيرتي بالطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي قدام حد خالص، ويلا عيشوا انتوا مع بعض وانا هنزل كده اجيب قرار الواد شادي. طيب مش تتاخر، هنتغدى النهارده سوا. ماشي، باي يا بنات. تشاو. طب ليك لاقول لك فيني استغيره منك؟ ايوه بس ده مفتوح ديكولتيه قوي وانت محجبه، يعني لازم تلبسي حاجه تحتيه. لا سوري بس انا هقفل الزراير، اكيد مش هتركها هيك. مش يبقى حلو. طب سلطان. سلطان. ايه سلطان؟ ايه اللي صراحة بيني وبينك، انت معجب ببهجت؟ ايه انت مجنونه؟ نو واي، بهجت ده انتيمي. بالراحه يا حبيبتي، كلي بشويش، شكلك مقرف قوي، وبعدين ممكن المكياج يسيح ونروح كلنا في داهيه ونتفضح. سريع اعملي ايه؟ في حاجه محشوره بين سنانك. عن جد؟ شو؟ لا لا هي شكلها كده، انا نسيت. وعلى كده بقى شادي اخوك ده بيشتغل ايه؟ ما بيشتغل. صايع. انا قلت كده والله، تلاقيه واد فاشل. شادي مش بحاجه انه يشتغل، معه مصاري كتير. وجاب منين بقى المصاري؟ مخدرات ولا دعاره؟ ربح من مستر لبنان. طب ولو هو ما كسبش يعني مين اللي هيكسب؟ امي. هتلاقيه بقى واد بخ على قده، يعني الناس دي ما فيهوش اذكياء خالص. شادي معه شهاده من هارفرد. شو عم تحكي انت؟ يعني ما عم بفهم. لبناني وملك جمال وهارفرد. فرفور. فرفور؟ والله هتلاقيه فرفور. شادي بطل لبنان بالجيودو. وبيطير وبيمشي على الميه. ها صح حبيبي، شو بيك انت؟ اصل ما فيش حد، مش معقول كده. اليوم ما فيش حد كده، اكيد في عيب في غلطه. هو شرب شادي، اذا شرب بديع خلص ما بقى بيجمع راسه. يعني ايه؟ يعني بيخرب الدنيا. شادي اذا شرب بيخرب الدنيا، مشان هيك صار له 7 سنين موقف. ما تقولي كده من الصبح، انا مش محتاج اكتر من كده. لوين رايح بهجت؟ عيني اللي فوق صدره هموم جبلي، وده عنده منه جنين، ازاي هيمشي مصدر البلالين؟ ومفيش مزايا وشكله بقى معيوب، وهيشكي من السرسوم، ومش هيلقى مقاسه في الفساتين. يا سلطانية، ايه ده مالك؟ في ايه؟ مش في حاجة. لا شكلك متضايق، في حاجة حصلت؟ قلت مش في حاجة. ما تتعدل يا ابني وتتكلم، في ايه؟ والله فكر بقى انت عملت ايه ضايقني، وانت هتعرف لوحدك. نعم؟ لا بقول لك ايه، هي مش ناقصة، يا تقول في ايه يا تتعدل وتتكلم زي الرجالة يا سلطان. زعق زعق واعمل الشويتين دول عشان طلعني انا غلطان.
تلاكيك. غلطان في ايه يا ابني؟ انا مش فاهم حاجه، قول في ايه؟ انا اقولك، قلت لي مش تاكل يا سلطان، هنتغدى سوا، عملت الاكل وبرد وانا مش هسخن تاني. لا بقولك ايه يالا، فوق وتعدل يا سلطان، الوقت طلع ما فيهوش غلطه، لقطه قشطه، وانت بقيت شبه الكلبه الوالده بشكلك ده. سلطان فوق ايه؟ اما قسما انت مجنون. والله ما قصدت ده، هي دي جت بالغلط، انا اسف. انا كل اللي عايز اقوله لك ان يعني مراتك بتضيع منك. مراتك بتضيع منه. مراتك بتضيع منكم انتوا الاثنين، افهم. المطلوب، المطلوب ان انت تنزل دلوقتي وتلزق لداليا وشادي، مفيش لحظه تعدي لو انت لازق له. يلا استني ايه، ما تتحرك. ممكن مش تزق؟ مش هزق. خلاص اسود، هي وصلت لكده؟ خير؟ شوفي نيكول، احنا في مصيبه، الوقت كل يوم يبقى اطرى من اليوم اللي قبله. طب يا بهجت، ممكن بليز ما تقسى عليه كتير؟ مش يمكن عنده ظروف؟ 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 مصيبه.